السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت مدرس هتلاقي الموقع ده ممتاز بالنسبة لك، يعني في امكانيات كتيرة جدا. في مثلا ممكن تقول له انا عايز اعمل اونلاين اكزام، فيساعدك ان انت تعمل امتحان للطلبة وتبعت لهم اللينك ويبدأوا يمتحنوا وتبدأ انت تديهم الدرجات. عايز تعمل كويس تبدأ تختار من خلاله الاسئلة، بيساعدك بالذكاء الصناعي. يعني ممكن تروح انت بقى للشات جي بي تي او جوجل جيميناي وتقول له اعمل لي اسئله للناس كاسه، وتقعد تشرح لهم حاجات كتيره عشان يعرف يعمل لك الاسئله. هنا هتطلع بشكل ابسط، ممكن تخليه يعمل لك اسئله، ممكن تخليه يعمل لك اختيارات، ممكن يعمل لك صفحه ليك انت. طيب خلينا نبدا كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول له اول حاجه اونلاين اكزام. تمام، تقدر ان انت تعمل حاجه زي كده بحيث مثلا ايه تديله السؤال واربع اختيارات وانت هو بقى ايه يختار الاختيار الصح، حاجة مثلا زي كده، وتبدأ تشوف افضل اختيار انت عايزه. طيب تعال نشوف الاسعار. بيقولك فري 20 تيست تيكن unlimited question. طيب خلينا نقول له get start. هتبدأ تعمل حساب ليك، فبيقولك اختار الاسم بتاع المادة بتاعتك او المدرسة بتاعتك، وتختار بقى اللوجو والحاجات دي كلها. فانا هقول له بيم اريبيا، واقول له اونلاين اكزام وبيبر اكزام كويس، واقول له ايه كرييت. عايز بقى اونلاين اكزام، عايز بيبر اكزام، اللي انت عايزه. طبعا ممكن تختار كل ما تخلص واحد تخش في التانية. اوتو جاردنج اكزام نيم وليكن مثلا بي اي ام. تقدر تختار نوع السؤال اللي انت عايزه. تمام، اد نيو كويشن، ممكن تقول له مثلا جنريت او انا عايز كذا، فتبدا بقى تقول له السؤال اللي انت عايزه. ممكن تخليه ام اس كيو، اختيار متعدد او ترو اور فولس. وممكن تختار من هنا اللغه. تمام، وممكن نقول له ايه جنريت. ويبدأ هو يجهز لنا السؤال اهو. الجملة اللي انا اديتها له قسمها لكذا حتة، يعني انا هديله الدرس ويبدأ يعملها لحاجة. هنا مثلا انا عمران مستخدماتي في الاتربيت احتاجات الاجيال الحالية فقط ترو اور فولس. تمام، فولس. طيب ديفول للامتحان اتضاف خلاص. اتضمن العمران المستدام مفهوم استدامة البناء والتصميم العمراني ترو. طيب التوكزام، العمران المستدام لا يهتم بزيادة الكفاءة التقوية في المباني، اكيد غلط. وهكذا، بس لازم تقرا السؤال لان ممكن وارد ان هو يغلط. تمام، جل من لا يسهو. تمام، وبعد كده هقول له انا عايز ابدا اسئله تانية، واقول له مثلا النوع المره دي هيبقى مختلف وهكذا. هو ظبط لي الاسئله. ممكن اقول له مثلا كوتشن بنك، احط مثلا اسئله كتير جدا وابدا اختار منها. بعد كده انواع الاسئله، ممكن اسئله قصيره، ارقام، ريكورد فيديو، زي ما انا عايز. تمام، اقول له اعمل لي لينك بقى هنا بقى هضيف الطلبه اللي انا عايزهم يجاوبوا الاسئله ديت. تمام، ممكن بقى تختار التاريخ من امتى لامتى، تظبط في مينيتور، تبدأ تراقب الناس اللي جاوبت الأسئلة، التقديرات في كام واحد جاوب السؤال دوت، الريبورتس الموجودة، الإكزام سيتنج. طيب تعال نرجع اهو. ممكن بقى تقول له أنا عايز أعمل بقى كويس أو بيبر أسيسمنت أو كود. بالشكل ده وتبدأ بقى ممكن تديله ملف بي دي اف وهو يبدأ ان هو يجهز الأسئلة من خلاله. ممكن تديله زي ما شوفنا درس كامل، ممكن تديله صوت او ايمج وهو يبدأ يجهز الأسئلة.